تعبان انا ومكسور، وانت الشفا في ايديك. مهموم انا وبرمي كل همومي عليك. محتاج انا وعشمان الاحتياج فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك، وانا بصلي واقف على الباب ومستنيك يا سامع الصلاة. أحبانا بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج قوة الصلاة. بنرحب بكل شركائنا في كل أنحاء العالم بحلقة جديدة وبنصلي فيها لمصر. كنا بنصلي للحلقة ديت بقالنا فترة طويلة، بتكلم على بره الكواليس، بنصلي فترة طويلة، وأنا متأكدة أن كتير حوالين العالم مدركين أهمية مصر على الخريطة، مدركين أهمية الصلاة لأجل مصر، مدركين أهمية الكنيسة جوه مصر، وأهمية مؤمني مصر في تغيير الجو الروحي وتغيير الجو الأرضي كمان في مصر. النهاردة بنرحب بكل حد الرب شغله إن هو يصلي النهاردة لمصر. بنعلن إن إحنا بنصلي لمصر، وبنعلن كمان إن مصر للمسيح. بنتنبأ ليها وبنقول إن مصر في يوم ما، أمين إن إحنا في الأيام ديت اسم الرب يستعلن فيها ويرفع عاليا. هيجي اليوم اللي هتسجد فيه كل ركبة وكل لسان هينطق باسم الرب، لكن احنا مش عايزين يجي اليوم دوت وناس تغزى وجوهها وتختبئ في مغاير الجبال او تحت الارض ومش عايزة او تختبئ من وجه الرب زي ما بنقول. النهاردة بنصلي لمصر لان هنشوفه يوما جاي على السحب وجاي يشوف كنيسته ويخطف كنيسته. مش عايزين يكون اليوم دوت يوم بعيد عن مصر، عايزين مصر تكون في قلب الحدث. ولأجل هذا بنصلي النهاردة لأجل مصر. بدعوكم كلكم النهاردة إن نشترك مع بعض ونصلي مع بعض ونقدم طلبات حقيقية وخضوع تام للرب، ركب منحنية أمام الرب بتصلي لأجل مصر. في البداية برحب بضيوفي في الاستوديو النهاردة. معايا دكتور إكرام أنور، أهلا بيك يا دكتور. ضيف دائم يعني احنا أصحاب. أهلا بأحبائي شركائنا برنامج قوة الصلاة. ده وقتنا الأسبوعي اللي بنيجي فيه قدام الرب واللي بنختبر فيه قوة الصلاة. والنهاردة الحقيقة أنا بدعوكم لأننا النهاردة يوم مهم جدا. ربنا حاطط على قلوبنا برنامج قوة الصلاة أن نكون جزء من الضارعين من أجل مصر. إحنا عارفين أهمية الصلاة وعارفين أن الصلاة تقدر تغير كل حاجة. والحقيقة الروح القدس نبه قلوبنا أن إحنا نوجه نداء استيقاظ، نداء استيقاظ للأبطال علشان يقفوا في الصغر قدام الرب ويضرعوا قدام الرب، واثقين ان بالصلاة هنقدر نغير كل حاجة. اتحدوا معنا النهاردة في الوقت اللي جاي واحنا بنصلي من أجل مصر. أهلا بيك يا ساندي. أهلا بيك يا دكتور أمين، وبرحب بالمرنم الرائع معنا الأخ بيتر جمال بيشاركنا لأول مرة في قوة الصلاة. برحب بيك أخويا، وعارفة أن أنت يعني من غير حاجة محضر وعلى قلبك معانا النهاردة أن أنت تشاركنا بالتسبيح لأجل مصر. أهلا بيك يا ساندي. أهلا بيك يا دكتور إكرام، مبسوط أكون معاكم في البرنامج. أجمل حاجة في حياتنا وأهم حاجة هي الصلاة، ودي حاجة بتخلينا على صلة دايما، ودي أهم حاجة، أهم اتصال بيننا وبين السماء هو أن احنا نتكلم معها ونتكلم مع إلهنا ومن خلال الصلاة. فأمين النهاردة ربنا يدينا حلقة مميزة ويدينا ترنيمات نقدر نشجع بيها كل حد قاعد محبط، أمين، مش قادر يصلي من أجل بلده، مش قادر يصلي، نشاركه على قد ما نقدر
بالترنيمات والصلوات والمشاركات. أمين. يسوع أمين أمين. أحبائنا في بداية الحلقة وزي ما قلنا اسم الحلقة النهاردة هنصلي لمصر. النهاردة الصلوات كلها هتكون متوجهة لكل مصر، لكل متألم في مصر، لكل بيعاني من حالة اقتصادية صعبة في مصر، من أجل أمور كتيرة بتشاركونا بيها وبتوصلنا، وقد إيه إحنا مشغولين وقلوبنا وجعانة بصراحة لأجل كل حد متألم. بنرفع صلوات النهاردة طول الحلقة، ويمكن تربط الصلاة كمان في مع نهاية الحلقة هتوضح حالات كتيرة جدا من الوجع المشترك ما بين ناس كتيرة قوي. يمكن ناس ما اتكلمتش ما بعتتش أساميها للصلاة، لكن إحنا متأكدين إن كل اسم مبعوث هو بيمثل عدد كبير من الناس المتألمين، سواء بالمرض، بالعوز، بالاحتياج لحد يطبطب عليه، لحد يكون واقف جنبه. النهاردة بنصلي لأجل كل حد. يمكن النهاردة اسم مصر هو المحطوط كاسم الحلقة، لكن في نفس الوقت إحنا متأكدين إن إحنا بنحط مصر، بنحط معها كل حد متكلم باللغة العربية، بنحط كل بلادنا العربية في الصلاة. وأكيد هنكون تباعا بنصلي لكل دولة عربية لوحدها في كل حلقة متفرقة، وده اللي كان على قلبنا الفترة اللي فاتت. كان كل أحبائنا اللي بيتصلوا من دول عربية كنا بنصلي أو بنطلب من كل حد هو يصلي لأجل البلد اللي هو جاي منها. النهاردة بنرفع صلوات خاصة لمصر. مصر في كتاب، مصر معلنة في الكتاب، نبوات كتيرة هنعلنها في خلال الحلقة. وبنعلم باسم يسوع ان كل نبوة اطلقت على مصر هي نبوة هتتحقق في ايامنا، اتحققت وهتتحقق وهتفضل تتحقق. اوجه الحقيقة دعوتي لاحبائي الغير المصريين. احنا صلينا من اجل الاردن، من اجل سوريا، من اجل العراق. احنا كلنا جسد واحد، كلنا بنشعر بالام الجسد الواحد. إذا تألم عضو كل الأعضاء بتتألم. فأنا بدعو أحبائي شركائنا في الصلاة في بقية البلاد العربية إن النهاردة يتحدوا معنا. إحنا هنقف قدام الرب كجسد المسيح. الكنيسة يجب أن تتحد بلا فوارق، مفيش حواجز بيننا، مفيش أي نوع من الحواجز بيننا. فأنا بدعو أحبائنا، إحنا عندنا يا ساندي شركاء من سوريا، وعندنا شركاء في الأردن، وشركاء في السعودية، وشركاء في بلاد المغرب العربي. كلنا النهاردة هنتحد، لكن هدفنا، احنا شايفين ان الشيطان منشن على مصر الوقت اللي فات، الصراخ صاعد، الصراخ كل مدى حدته بتزيد. فعشان كده دورنا ككنيسة ان احنا نيجي نقف قدام الرب ونصلي من اجل مصر. فانا بدعو احبائي من كل الاقطار العربية، كل متكلم باللغة العربية بيفهمني، ان يتحد معنا. تعالوا نيجي بروح واحد، بقلب واحد، ونطلب من إلهنا، ونثق ان رب يسمع الصلاة. ماشي دكتور، تفضل قدنا في الصلاة لاجل كل حاجة. يعني احنا يمكن هنعلي اسم مصر النهاردة، بس اسم الرب اعلى. امين امين. أوكي. اسم الرب يعلى. أمين. تعالوا بينا مع بعض نرفع قلوبنا قدام الرب. مش عاوز الوقت، وقت الصلاة يكون وقت احنا فيه بنسمع، لكن نفسي وقت الصلاة الكل يشارك في الصلاة. يمكن تقول انا مش بعرف اصلي ازاي. الامر في منتهى البساطة، قول اللي في قلبك، تعال شاركني، تعال نيجي قدام الرب ونحط همومنا ونحط احتياجاتنا قدام الرب. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد، امين. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب يا رب، لان مش ابوابك بس المفتوحة، لكن احضانك دايما مفتوحة. في كل مرة بنقرب فيها منك يا رب بنلقاك فاتح احضانك لينا. اشكرك، نباركك يا رب من كل القلب. نعم، لنا ثقة في الدخول إلى الأقداس بدم يسوع. نشكرك 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 يا رب. نعلم أنه ليس لنا إلا خزي الوجوه يا رب، لكن على حساب دمك يا رب بنقترب الآن، بنطلب رحمة، بنطلب نعمة، بنطلب معونة يا رب، مش لينا وبس، لكن لكل مصر يا رب. النهاردة يا رب صوت الصراخ تصاعد يا رب، وأنت تميل أذنك لتسمع صراخ شعبك يا رب. أنت قلت قديما أنا سمعت صراخ شعبي، رأيت مزلتهم من أجل مسخريهم، ونزلت لأنقذهم.
ننقذهم، محتاجين إنقاذ يا رب، محتاجين تدخل سريع، محتاجين معونة سريعة، محتاجين إيدك تمتد يا رب، إيدك، إيدك المعتزة بالقدرة، إيدك القديرة، ذراعك القادرة على فعل كل شيء. بنقول لك يا رب، بنقول لك النهاردة تعالى واعمل شيء جديد يا رب في مصر. أنت بديت شيء رائع في مصر، بنعظمك ونباركك وبنشكرك من أجل ما صنعته، وبنطلب منك يا رب إنك تكمل عملك يا رب، كمل عملك في مصر. احفظ مصر من كل المكايد، من كل الشرور، كل مخططات العدو تبطل يا رب، زي ما أبطلت يا رب مشورة الأخوان، ابطل يا رب مشورات إبليس يا رب لتدمير مصر، لتكون مصر مكان للبركة يا رب، لتكون مصر يا رب مركز يا رب ينطلق منه يا رب الأبطال من في نهضة حقيقية لكل الشرق الأوسط. بنصلي يا رب وكلنا إيمان وثقة إنك بتسمع وتستجيب، ولإسمك يا رب بهدي كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. أمين. كنا الأخ بيتر كنا برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود، برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود، ينقص كل ما لي تعلن حقك فيا، يظهر كل مجدك، ينقص كل ما ليا وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا، يظهر كل We'll be right back.
بسكب عندك طيبي وانا عندي قدمي، انت طيبي ونصيبي نصيب كل جمالي فيك عشان ارفع اسمي الى عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، عايزينك تيجي بلدنا، تيجي تملك قدسو، وتعلي إيماننا، تغمرنا برحمة وجود. عايزين تيجي بلدنا، تيجي تملك وتسود، تيجي وتعلي إيماننا، تغمرنا برحمة وجود، تمحي ظلام السنين، ترفع كل الأنين، تمحي ظلام السنين، ترفع كل بالبركة بقلوبنا ليك صرخين. عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين، وبجلداتك وجروح تيجي تشفي المحتاجين. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين، وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين، تيجي تدي جمال عوضا عن الرماد، تيجي تدي جمال عوضا عن الرماد، وتعوض عن السنين اللي أكلها الجرام. عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. دي الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، دي الأنهار
ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة يا أبانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومين يجدد أمل لحافل الإرضاء يا أبانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومين يجدد أمل لحافل الإرضاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة يا أبانا توبنا ليك وفيد علينا بنعم تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله يا أبانا توبنا ليك وفيد علينا بنعم تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله ملناش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة انت الإله اللي قلت لن يخزى منتظريا منتظرة نفسي ورجاوي لك والدعاء انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظري منتظرة نفسي ورجاوب بالحمد لك والدعاء ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض
مش في المطروح وكل ما نصدق انك شفاء عدي وزور اللي مل وكل تحت المرض وش في المطروح وكل ما نصدق انك شفاء ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جاي ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جاي ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. قناة الحرية هتوصل رسالة المسيح لكل الناطقين باللغة العربية. ربعمائة مليون ناطق باللغة العربية. في بلاد صعب جدا جدا توصيل رسالة الإنجيل إليها. التعليم مش بس في الكنائس، إنما التلفزيون مفتوح طول اليوم طول الليل. من خلال قناة الحرية نقدر نوصل رسالة الإنجيل لأي مكان ومحدش يقدر يقف قدام كلمة الله. ده انتشار لملكوت الله. قناة الحرية قناة مسيحية بتبشر بإنجيل المسيح في كل مكان. لوحدنا مش هنقدر نعمل كده، احنا محتاجين ناس يشاركونا. هنحط ايدينا في ايدين بعض من أجل توصيل رسالة المسيح للعالم بلا استثناء. إحنا مش بنتكلم عن حاجة تخصنا، لكن إحنا بنتكلم عن حاجة تخص هو. عازر ملفوف بالأكفان في القبر، والأكفان قيود الخطية وعبودية الخطية، والله بيدعو الكل إلى الحرية، وتشوف الكلام ده في قناة الحرية. أنتم تشاهدون قناة الحرية. احنا جايين النهاردة بنركع امام الرب، وحلقة النهاردة هي حلقة بعد فترة طويلة من السجود امام الرب. يا رب انت عايزنا بالظبط نصلي لاجل ايه لمصر؟ ايه اللي على قلبك لاجل مصر؟ فكان رد الرب واضح جدا في رسالة تيموثاوس الثانية في الاصحاح الثالث، ان الكتاب كله صالح للتعليم ونافع للتقويم والتوبيخ. الكلام دوت موجود في الكتاب من الاول خالص، مصر موجودة في الكتاب من الاول خالص. طب يا رب انت عايز ايه؟ نصلي لايه بالظبط؟ كانت كلمات الرب على فم اشعياء الكلمات التالية: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمى هناك سهما، ولا يتقدم عليها بترس، ولا يقيم عليها مترسة، وفي الطريق الذي جاء فيه يرجع إلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب.
وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. النبوءة دي كانت على أحد البلاد، وإحنا النهاردة بنقول يا رب كلامك صالح لينا في كل وقت، وإحنا بنؤمن أن هذه كلمات نبوءة ترمى في محضر الآب، في محضر عرش الله، ونقول يا رب إحنا بنعلن هذه الكلمات على هذه البلد، وإن كانت كلمات شكلها غريب والأرض الواقع اللي بيحصل النهاردة عكس كل اللي أنا قريته النهاردة. إيه رأيك في الكلام ده يا دكتور؟ الحقيقة إحنا هناخد الكلام ده النهاردة وهنطبقه على مصر، ولازم نرجع لورا شوية علشان نعرف ربنا قال الكلام ده في أي موقف. البداية كانت تهديد من سنحريب ملك أشور، تهديد صارخ، تهديد بيعلن أنه هو صاحب القوة وأن ما فيش إله يقدر يحمي المدينة من إيده. هاخد المشهد ده وطبقه على واقعنا في هذه الأيام. نفس التهديد جاي من الشيطان. مصر بتتعرض لتهديد شديد من الشيطان، وواضح ان في مخطط غير عادي من الشيطان، لانه عارف ان مصر هي اساس البركه لكل البلاد المحيطه بيها. فضلكم خدوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله، الكلام اللي بقوله حقيقه ربنا حطه على قلبي لسنين، وكلام في منتهى 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 الاهميه. لما مصر تتبارك كل منطقه الشرق الاوسط تتبارك. الله ليه خطه عظيمه والشيطان ليه خطة مضادة. خطة الله العظيمة أن مصر يبقى سبب بركة لكل البلاد اللي حواليها. خطة الشيطان أنه يدمر مصر. حقيقة كنت بقرأ من وقت قليل كتابات لهيلاري كلينتون. الحقيقة الكتابات دي خضتني جدا، لأنها كانت بتكلم عن المخطط اللي موضوع من أجل تقسيم مصر إلى دويلات إسلامية، وكانت بتقول كل الأمور كانت ماشية زي الفل بحسب الخطة، وفجأة اتقلبت الموازين وفجأة كل حاجة اتلخبطت. أنا عاوز أقول لكم ده اتلخبط بسبب صلاة الكنيسة يوم 11-11، ولما أقول 11-11 تقدروا تدركوا أهمية اليوم ده. الشيطان أدرك أهمية اليوم ده. أنا ما استغربتش لما سمعت أني في أحداث ممكن تحصل 11-11، لأن اليوم ده يمثل رعب للشيطان. ليه؟ هل لأن مجرد الكنيسة صرخت للرب؟ لا، مش ده وبس، لأن الكنيسة في اليوم ده اتحدت، الكل اتحد في قلب واحد، والكل صرخ يسوع يسوع يسوع، الكل صرخ بقلب واحد. أحبائي النهاردة بندعو إلى الصلاة، وبندعو أيضا إلى الاتحاد. الوحدة اللي شفناها 11-11-2011، الحقيقة الوحدة دي ما شفناهاش تاني بنفس القوة رغم الأهمية القصوى. يا جماعة ربنا عاوز يتمجد، لكن ربنا هيتمجد لما يشوف حاجتين، لما نتحد ولما نصلي. تطلبونني فتجدونني، نكمل الآية، استطلبونني بكل قلبكم مش بكل قلوبكم. دايما كنا بنردد الآية دي غلط. ربنا عاوزنا نكون قلب واحد، قلب واحد أولا، نتحد ونصلي. النهاردة مش بندعو للصلاة من أجل مصر وبس، لكن النهاردة بندعو من أجل الوحدة، أن يكون لنا قلب واحد. أحبائي الشيطان ليه مخطط كبير. الظروف الاقتصادية اللي حاصلة حاليا جزء من مخطط الشيطان. ما بفهمش كتير في السياسة، لكن على قد فهمي القليل جزء من المشكلة الاقتصادية عاملينها بعض الأشرار بطريقة ما، بتحريك من إبليس ليهم لتدمير مصر. مصر مش هتتدمر، مصر للمسيح، مصر هتتبارك، مصر ربنا هيعظم صنيعه. لكن أنا بقول نقطتين في منتهى الأهمية، عاوزين نتحد بقلب واحد بقلب واحد بقلب واحد، ونصلي ونطلب الرب، ونرد بنفس الآيات اللي رد بيها الرب على سنحريب ملك أشور. أنا عندي أسئلة كتير قوي، لأن
سنحريب راح بيهدد، كان وقتها الملك حزقية هو اللي موجود في الملك. نعم. عايزة أشوف رد فعل حزقية كمان معاك. فده أسئلة، يعني يمكن أسئلة الحلقة النهاردة هتكون في اتجاه إن في حروب، في تهديدات، في حاجات كتيرة على السطح بين كأنها هي ديت اللي بتحاول توقع البلد أو تسقط مصر باللغة السياسة يعني. لكن كان رد فعل حزقية كان هو الرائع. بس بعد ما أخد التليفون التاني اللي معايا، معايا الأخ محب من مصر. أهلا بك أخويا. ألو، أهلا بحضرتك. أنا كنت عايز أكلم وتنصحني إن أنا عندي مشكلة مع زوجتي. أنا كلمته قبل كده وأنا بقالي ما شفتش بنتي بقالي 8 شهور. قلبي اتملى بالحزن وبالكأس، وعمال إن أنا أحاول إن أنا أطرح مع مراتي، ومراتي رافضة إن هي ترجع لشقتها، فتعبان ومش عارف أعمل إيه. ونفسي الدكتور الجامعي يرشدني ان انا اعمل ايه معاهم، ان انا تعبت حتى في كلام عاوز اتكلم معاهم بس مش هينفع ان انا اتكلم على الهواء. اوكي. تعبت فكريا فمش عارف اعمل. امين، هنقدر نتكلم مع بعض بعد الهواء بنعمه الرب. لكن الشيء اللي اقوله بصوره عامه اني احد مخططات الشيطان في هذه الايام الشكايه على الاسر. شكاية الأسر مش لتعبك أنت وبس، ده مش ده اللي عاوزه الشيطان، لكن كمان عاوز يدمر الأولاد. فهو لما يدمر الأسرة ويدمر العلاقة بين الأب وبين الأم، بالتالي هيقدر يستفرد بالأولاد. هنصلي، هكلمك، وممكن نتفق على حاجات معينة نعملها. لكن برجع وأقول، وراء كثير من المشاكل حروب من الشيطان، أرواح شريرة تحاول أن تصنع فرق، أن تدمر. لما نقف ونحارب في اسم يسوع، أنا أثق أن الحروب بتتكسر، وربنا يرد لك أسرتك ويرد لك بيتك. هنصلي لك. الاسم تاني يا سندي. أنا محب. أخ محب. هنصلي لك يا أخ محب، وهطلب من أحبائي شركائنا في الصلاة في كل مكان، فضلكم حطوا أسرة محب قدام الرب في صلواتكم. عاوزين نعتبر ده تحدي، خلينا نحارب عن هذه الأسرة. أمين. إلى أن يجمع الرب شمل هذه الأسرة من جديد. اسم يسوع. أمين. أمين أخويا محب، هيتم التواصل معك بعد الحلقة بإذن الرب. برجع تاني يمكن الجزء اللي الأخ محب بيقوله هو جزء مهم في التهديدات اللي بتتم على أرض مصر، يمكن في العالم كله مش بس على أرض مصر. تهديد الوحدة اللي الرب أنشأها لنشر كلمته ونشر نوره، ويكون كل عيلة هي مركز نور لنشر عيلة المسيح أو ملك المسيح. بالنص اللي فات اللي بنقراه هو كان وعد للرب لحزقية ضد ملك أشور اللي جاي يهدده ويقول له هعمل وهسوي في بلدك. كانت التهديدات صعبة، وكانت التهديدات فيها دمار للبلد وسبي للنساء، وأخذ كل ما هو غنيمة موجود هيتاخد لملك أشور. وكان إعلان دوت هو نفس الإعلان اللي بيتم النهاردة على أرض مصر. في رسالة بتتبعت لمصر كل يوم، ما كانتش كل ساعة، بتواصل مواقع التواصل الاجتماعي نشر كل ما هو تهديد على مصر، وكأنها رسالة من إبليس لأجل دمار البلد. رد فعل سنحريب، أو بمعنى أصح رد فعل حزقية تجاه رسالة سنحريب، كان هو الأمر اللي فعلا في علامة، وكان في موقف إيماني شديد. يمكن ده اللي عايز أسألك عليه. خليني في الأول يا ساندي نتأمل في الرسالة شكلها إيه. رسالة سنحريب نفسها؟ الشيطان أسلوبه هو. علشان كده رسول بولس بيكلمنا وبيقول لنا إننا لا نجهل أفكاره. يعني إبليس بيحاول يطور، لكن في الآخر في إطار بيشتغل، في إطار هو بيتحرك من جواه. والشخص اللي بيعرف الكتاب كويس بيبقى فاهم كويس جدا اللي حاصل ده معاه، ده حرب من الشيطان، والرسالة دي رسالة من الشيطان. كتير بتوصل لنا رسائل ورسالة الشيطان بيحاول يغلفها بالمنطق، يعني الكلام كلام منطقي وفي نفس الوقت كمان بيغلفها بالشكوك. شوف الرسالة بتقول إيه يا ساندي. بتقول كده: لا يخدعك إلهك. وده أخطر ما في الرسالة،
ده اللي الشيطان بيحاول يعمله. ما يخدعكمش إلهكم، لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه. يعني أول حاجة الشيطان هيقولها لك، صلاتي اللي هتنفعك، إلهك إيه اللي هينفعك؟ طب ما أنت صليت كتير والصلاة ما عملتش حاجة، هتفضل تصلي لغاية إمتى؟ فين إلهك ده؟ اوعى تتخدع بالكلام اللي بيقولوه، اوعى تتخدع بكلام الخدام، ده مجرد كلام خدام أو كلام وعظ. أحبائي، الكلام اللي أنا بقوله مش كلامي، لو كان كلامي يبقى كلام ملوش أي قيمة، لكن الكلام اللي أنا بقوله ده كلام الرب، كلمة الله، كلمة الله حية وفعالة. أنا مش بقدم لك طمأنينة من عندي ولا من استحساني، لكن أنا بقدم لك طمأنينة من خلال كلمة الرب. أنا عاوز أقول لك إلهك عنده حل، ولما تثق في إلهك أنت مش مخدوع. لما تثق في وعود إلهك، في وعود كتيرة بالبركة لأرض مصر، والوعود دي هتتحقق. أنا عارف أن الواقع الحالي مختلف تماما، لكن ربنا هيحقق كلامه، ربنا هيتمم كلامه. على فكرة ربنا عمل الصعبة، اللي جاية أسهل من اللي اتعملت. يعني لو في فرصة على الفيسبوك بتاعنا يا ساندي، هبقى ابعت لك الرساله اللي نشرتها كلينتون او من مذكرتها، تشوف خطوره تخطيط ابليس. يعني كان كلهم ثقه ان مصر الان ستكون اماره اسلاميه، او في اماره اسلاميه في سيناء، يعني مصر هتتباع، مصر هتبقى خلاص انتهت. هنحط الرسالة دي على الفيسبوك بتاع برنامج قوة الصلاة، وتابعوها وشوفوها، تعرفوا قد إيه ربنا عمل شيء عظيم، قد إيه ربنا أفسد مخطط إبليس. أحبائي، برجع وأكرر، الكنيسة لما اتحدت وصلت في 11-11، مش المقطم اللي اتزلزل، لكن السماء اللي اتزلزلت. الله أمر، الله قال خلاص مشورة إبليس تبطل، الله أصدر أمره وقال كل المخططات تبطل، رغم أن الهيئات اللي مخططة هيئات في منتهى القوة، مخططاتها مش بتبطل، لكن الصلاة باتحاد الكنيسة أبطلت مخططات إبليس. محتاجين نصلي الوقت اللي جاي. أول حاجة ساندي، نفهم أسلوب الشيطان. الشيطان بيحارب عن طريق الظروف الاقتصادية. الشيطان عاوزك تبقى محصور في ظروفك، محصور في مشاكلك، عاوزك تبص لتحت. لكن النهاردة ربنا بيقول لك ارفع عينيك لفوق، ما تبصش لتحت. كل ده سهل، كل ده أنا أقدر أحله. لما تتظبط علاقتنا مع ربنا كل مشاكلنا هتتحل. المهم علاقتنا مع ربنا تكون علاقة صحيحة، نكون في المكان الصحيح. كنيسة المسيح لما تنهض وتقف على الأسوار وتقوم بدورها، كنيسة المسيح هتجلب كل بركات السماء. لكن الكنيسة لما تنام، الكنيسة لما يحصل شقاق فيها، لما يحصل انقسامات فيها، ما سمعناش عن وحدة بنفس القوة اللي كانت في يوم 11-11. ليه ده مش حاصل تاني من جديد؟ ليه ما نتحدش بقلب واحد؟ ليه ما نتحدش بروح واحد؟ الله هيعلم مجده لما الكنيسة تتحد. دي طلبة الرب في يوحنا 17، ليكونوا واحد فيؤمن العالم. هو هيظهر مجده للعالم لما تتحد الكنيسة. أمين يا دكتور أمين. يمكن معانا أحباء كتير على التليفون، مش هخليهم مستنيين. معايا الأخ إبراهيم سعيد من مصر، أهلا بحضرتك. اهلا بيكي، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اهلا بيكي. اتفضل. الحقيقه انا بشكر ربنا انا بشكر ربنا جدا من اجل البرنامج الجميل اللي من اجله بنحط مصر قدامنا، واحنا بنشكر ربنا جدا لان احنا متاكدين الهنا صالح. هو اللي عمل، هو اللي صنع معنا رحمه وحق قبل كده، يقدر يعبر بينا الايام المقبله بسلام. امين. احنا متاكدين ان الاله اللي هو برج قوه بنواجه العدو، هو يقدر يجوز بينا هذه التجربه، واحنا متاكدين ورافعين ايدينا، متاكدين من عظمه وصلاح وقدره الله. امين في اسم يسوع. ربنا جدا.
امين امين. احنا متاكدين ان 11/11/2011 لما الكنيسه اتحرقت نفس التاريخ الثاني بيتعاد للشيطان بيهيب وبيعلن حربه على الكنيسه وعلى مصر. احنا متاكدين قوه الصلاه هتقدر تقتحم العدو. امين امين. احنا مستندين على الوعد الكتابي بيقول فيحاربونك ولا يصبرون عليك. امين. امين. انا معك لانقذك. احنا متاكدين ان الوعد الله لان هو بنفسه قال لنا العباره دي، هو بنفسه بيطمن، هو بنفسه المشرف والساهر على كلامه. امين. احنا متاكدين ان احنا في ايد قديره، مش في ايد انسان ولا في ايد اشاعات ولا في ايد اقوال ولا في ايد تهديدات. امين. احنا بنسلم كل مصر وبنسلم قلوبنا وبنسلم اولادنا وبنسلم كل مستقبلنا في الاله الصالح اللي يقدر يضمن ويقدر يصنع عجبا وعجابا. امين يا استاذ ابراهيم. امين. طول ما في صلاه يا استاذ ابراهيم تاكد ان ربنا هيحقق وعوده. بذكرك تاني بالوعد اللي ربنا حطه قدامنا النهارده، لا يدخل هذه المدينه ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسه، في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقوم الرب وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي. أستاذ إبراهيم أحب بس تفضل. تفضل. أنا أحب أنا أخلديه بالظبط. إحنا في منطقة معينة في وادي النطرون في القاهرة في مصر في حوالي 400 شخص ساجدين ورافعين قلوبهم ورافعين ايديهم بيصلوا لاجل مصر. رائع. امين امين. احنا يعني بنشكر ربنا من غير ما نرتب الاجتماع كله تحول ان احنا نرفع مصر. امين. هللويا. محضر الله. يعني بشكر ربنا كمان ان المداخله جت في توقيت مناسب عشان متاكدين انه في 7000 ركبه لم تكسر. كنت لسه هقولها لحضرتك، الرب دايما يبقي لنفسه ركب منحنيه. انا بشكره يا سندي على المعلومه اللي قالها. الحقيقه اللي انت بتقوله ده اللي انا بشعر فيه في صلاتي، ان في ركب ساجده، وانت دلوقتي بتقول لي في 400 ركبه ساجده وكثيرين الاف. أمين. الركب ساجده من اجل مصر ومن اجل بركه المنطقه. من فضلك وصل لي رسالة لهؤلاء الأبطال الساجدون في وادي النطرون وقول لهم أنتم في مشيئة الله، أنتم جنود المسيح الحقيقيين، أوعوا تطرحوا سلاحكم، وصلوا وصلوا حربكم إلى أن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. من فضلك يا أستاذ إبراهيم وصل لهم الرسالة، قول لهم بلدكم بلدكم محتاجة ركابكم الساجدة قدام الرب. من فضلكم واصلوا صلاة إلى أن تروا مجد الرب يغطي البلد. يعني. اسم يسوع. أمين. بشكرك أخ إبراهيم وببارك صلاتك وببارك كل المجتمعين النهاردة لأجل صلاة لأجل مصر. كمان معايا الأخت عراقية الأصل كردية الأصل برضو، الأخت عاشقة المسيح معانا. أهلا بيك يا أختي. ألو. نعمة وسلام. نعمة وسلام. أهلا بيكي وبيكي كتير. ربنا يباركك ويباركك. احنا بنصلي لاجل مصر النهارده، بس انا عارفه ان كل حد بيكلمنا من بلد مختلفه على قلبه البلد اللي هو جاي منها، هي دي بلده، هي دي وطنه. ككلمات البابا شنوده لما كان بيتكلم على مصر بيقول مصر مش وطن احنا بنعيش فيه، لكن هو وطن يعيش فينا. انا متاكده ان كل وطن لكل حد هو وطن بيعيش فيه. مش معنى ان احنا مش موجودين في البلد يبقى البلد مش موجوده فينا، بالعكس اللي موجودين بره البلد همهم اكبر على البلد من اللي جوه البلد في احيان كتير. اتفضلي اختي. امين. نشكر الرب. وانا بصلي من اجل مصر الحبيبه باسم يسوع، زي ما حبيب قلبي لها الرب يسوع قال مصر للمسيح، وانا متاكده ربنا عارفها وحامينها. ونشكر الرب من اجل شعب مصر. امين امين. احنا معاكي، ويعني يمكن بوجه انا عارفه قلبك وعارفه حبك للرب ولدرجه ان انت مسميه نفسك عاشقه المسيح اللي قاعد قدام الرب وبيحبه بجد، بيعرف يصلي لكل حد بقلب حقيقي صافي لكل حد. ربنا يباركك اختي. وعاوزه اقول لك الحقيقه مصر محتاجه لصلاتك وصلاه كل المؤمنين. انا بشكرك من اجل صلاتك من اجلها، وبطلب منك انك تواصلي
صلاة من أجلها. وثقي إن حبيبك اللي أنت بتحبيه وبتعشقيه بيسمع الصلاة وبيستجيب. شكرا ليكي ومشاركتك، وده قد إيه بيعكس يعني إيه وحدانية جسد المسيح. عاشقة المسيح من بلد ليست من مصر، عاشقة المسيح من خلفية ليست مسيحية، لكن الآن الفوارق كلها الحواجز كلها اتشالت وأصبحنا جسد واحد في المسيح، بنتحد ونصلي مع بعض. هي دي نعمة المسيح، هو ده اللي ربنا عاوزه، وهو ده اللي هنعمله الوقت اللي جاي. ربنا يباركك يا عاشقة المسيح. معايا كمان أخويا زمن الافتقال من الأردن، أهلا بيك أخويا. صباح البركات والتعزيات أختي ساندي والدكتور إكرام، الرب يبارككم ويباركك. وحشتنا صدقني، وانت دكتور وحشتونا. وانا حابب اقول لك يا دكتور إكرام، مش بس يعني مجموعة صلاة في وادي النطرون، لكن احنا هنا كمان مجموعة صلاة في الأردن، مش بس النهارده رافعين مصر، لكن كل يوم كل دقيقة تعدي من عمرنا احنا رافعين مصر، مش بس لان انا من مصر، لان فعلا الوقت ده محتاجين ان نرفع مصر، كل دقيقة تعدي من عمرنا محتاجين ان نصلي من اجل مصر. وما تقلقش دكتور إكرام، بالايمان زي ما قال داود، انت تأتيني بسيف ورمح، حتى لو كانت الاجواء صعبة، حتى لو كان ابليس بيعمل فوق العالي عالي والعالي فوقهم، لينا اله حي يقدر بس احنا اهم حاجه نصدق ونرفع طلع اهم شيء مننا كمؤمنين كاولاد رب. وانا بنادي الرساله معاك ان ده وقت الوحده لمصر، مش وقت ان انا اقول انا وانا وانا، ده وقت الوحده فعلا يا دكتور إكرام صدقني، وانا بشهد كده عن اختبار، لما نتوحد ونصرخ للرب صدقني الرب هيصنع عجائب. هو هدف الرب ان يصنع عجائب، هو عاوز يصنع، بس هو مستني كنيسه الرب انك تتوحد. وانا بصدق بالايمان ان ده وقت الوحده للكنيسه، مش وقت ان احنا نقول انا وانت، لا ده وقت الكنيسه تصرخ رب تقول يا رب انت تتمجد في مصر. وانا بصدق من قلبي ان الوقت ده الرب هيعلن ذاته في مصر، حتى لو كانت الاجواء صعبه الرب هيصنع من الاكل اكلا ومن امين في اسم يسوع. لا مش هنعديها من غير ما تصلي لنا دلوقتي من اجل مصر. اتفضل. امين. اتفضل. انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. يا رب يسوع بنشكرك انك اله صالح، شكرا ليك ان مكتوب عنك يا رب ان قلوب الملوك جداول مياه في يدك. بنباركك في هذا الصباح يا رب انك اله رائع، يا رب انك حامل كل الاشياء في كلمه خطبك. شكرا ليك يا رب ان حتى لو كانت سفينه يا رب في مصر مضطربه يا رب، لكن بنعظمك ان رب الرب في وسطها فلن تتزعزع. يا رب انا بصلي واصرخ يا رب، مكتوب يا رب الرب ابطل مؤامره الامم، لا شيء افكار الشعوب، اما مؤامره الرب فتثبت الى الابد. انا جاي بصرخ ليك يا رب، اتحد مع كل اخ واخت يا رب على قلبهم مصر يا رب، بقول لك يا رب بصلي في اسم الرب يسوع، كل ما امر يا رب ضد شعبك مصر يا رب، ضد اولادك وبناتك في مصر يا رب تنكسر في اسم الرب يسوع. مكتوب وصلبوا هامان على الخشبه التي اعدها لمردخاي. انا بصلي في اسم الرب يسوع، كل جلياط يا رب في مصر بنعلن يا رب انت تاتينا بسنف ورب، لكن انا اتي بقوه رب جنود. بنعلن الاسم يسوع على مصر، بنعلن دمك على مصر، بنعلن ان مصر ليك، بنعلن في اسم الرب يسوع كل مآمر ضد مصر تنكسر، بنعلن في اسم الرب يسوع هذا وقت الوحده. انا بصلي في اسم الرب يسوع وحده للكنيسه رب كعامه يا رب، ليس ارثوذكس والانجيلي، لكن ده وقت الوحده. انا بصلي في اسم الرب يسوع ان هذه الحلقه يا رب تثمر بالوحده في مصر بالكامل يا رب، وترجع كنيسه منتصره، كنيسه جامعه واحده يا رب رسوليه. انا بصلي في اسم الرب يسوع ان تستخدم هذه الحلقه يا رب مش فقط للصلاه، لكن لوحده مصر يا رب، لوحده الكنيسه يا رب، لوحدك شعبك. انا بصلي تعلن ذاتك في مصر يا رب، انا بعلن اسم يسوع على مصر، انا بعلن يا رب ذات الوقت يا رب يقيم مسبح في ارض مصر ويتعظم اسمك، ونقول عظم الرب العمل معنا. يا رب انا بشكرك نادي الدكتور إكرام واختي سندي، انا بصلي باسم الرب يسوع ان ليتك تباركهم يا رب وتوسع تخمهم وتكون يدك معهم، وصلي من مجد المجد ومن قوة القوة. أنا بضع أيضا يا رب أخويا المرنم الغالي يا رب اللي معاهم، إنك تبارك وتمسح، زي ما قالك يا رب الناس غيرك نروح لمن غيرك، رب أنت إله الظروف الصعبة، بنعلم إن مصر ليك، وبنعلم يا رب إنك سوف تصنع من الآكل أكلاً ومن الجاتة حلاوة. أشكر الناس لقناة الحرية يا رب، بصلي في اسم الرب يسوع تستخدم هذه القناة يا رب، وتوسع تقوم هذه القناة يا رب، وملايين يعرفوك يا رب. أشكرك يا رب قوة الصلاة وفي جبابر البعث يا رب، أنت راح تستخدمهم لخلاص أمم وكثيرين يا رب. شكرا ليك إنك إله حي بتسمع يا رب وتستجيب يا رب ليك كل الناس. أشكرك أخويا، وأشكرك لتنبؤاتك لأجل مصر كلها كتابية. وبالمناسبة أحب أقول أن كل اللي موجود في الكتاب هو صالح أن احنا نقوله النهاردة مرة تانية على مصر، اللي اتقال من ألفات السنين هو لا يزال صالح اليوم.
ما تبصش للكتاب ان هو كتاب مقفول ما فيهوش حاجه مبشره واللي اتقال خلاص، لا بالعكس هو كله صالح لكل وقت. معايا المرنم الرائع الاخ عادل راتب من مصر، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك حبيبي الغالي دكتور اكرام. وحشني يا اخ عادل، نفسي اخدم معاك. طب اعمل ايه؟ انت عايز اقول لك على انا داخل البيت لسه حالا دلوقتي، جاي من وادي النطرون. وعايز اقول لك انا يعني منبهر انكم بتصلوا لمصر. احنا بقى لنا 3 ايام، تعرف حضرتك لما يكون في نهضه كبيره في مصر مثلا وتدعي خادم مثلا عشان يساعد مرنم عشان يصلي، احنا كنا 130 مرنم على مستوى الجمهوريه متجمعين من 3 فجرا الى 5 بنصلي لاجل مصر. يا يسوع انتوا ترنموا والاسوار والاسوار تقع على طول يا اخ عادل. صدقني يا احنا كان عندنا مؤتمر المرنمين، ومؤتمر المرنمين ده يعتبر حدث سنوي طبعا، يعني بنبقى فيه مجموعه كل مرنمين مصر تقريبا متجمعين فيه، فكنا بنصلي كلنا لاجل مصر. فانا لما جيت يعني انبهرت كده، الرب عايز يقول يا جماعه ما تخافوش، مصر في ايديا، مصر أمين. عمرها ما تتهز. امين. لان احنا محميين في ايد الرب يسوع. امين. عايز اقول لو احنا عرفنا نقط الضعف اللي قدامنا او نقط القوه اللي قدامنا في العدو هنقدر نعمل ديفنس كويس قوي. امين. احنا اللي معانا اكتر من اللي علينا. امين. احنا محميين، ما تخافوش على مصر. أمين. الرب بارك شعب مصر، ما تخافوش عليها لان مصر محميه في ايد الرب. احنا عايشين، وانا بقول لكم هنا من مصر يا دكتور ما تخافش على مصر. امين. مصر في ايد الرب، هو اللي باركها بنفسه، قال مبارك شعب مصر. امين. احنا مش خايفين على مصر، احنا بنعلن اسم الرب فوق مصر. هللويا. واعلى من العالي عالي، لكن والاعلى فوقه ما يلاحظ. لكن احنا النهارده كلام حضرتك مشجع جدا، لان ده بيقول ان احنا جميعا سوقينا روح واحد. احنا كلنا بنتكلم النهارده بنفس الغرض، بنفس النية، بنفس روح الصلاة، بنصلي لأجل مصر. فكلام حضرتك هو إعلان إن ما كانتش صدفة إن يكون تقرير حلقة اليوم هو لإسم مصر، وإن مصر هتبقى للمسيح، والنهاردة بنصلي لأجل مصر. فكلام حضرتك بيشجع ويشجعنا ويشجع كل الحقيقة. حد النهاردة حاسس بفقدان الأمل، ما تقلقش اخويا اختي، هو بيطمننا، هو مش قلقان. اخ عادل خادم الرب الراعي الجميل، قول لنا بسرعه ربنا حط على المرنمين ايه في مؤتمر الصلاه او في مؤتمر الترنيم اللي جاي، ايه الرؤيه اللي ربنا لمحها قدامكم في المؤتمر؟ تماما، هو كان عنوان المؤتمر قدس للرب، ازاي حياه الخادم تبقى قدس للرب. فكنا واخدين كل الاجزاء. النهارده كانت اخر خدمه كان الصدر الدكتور زكريا الثورو، وكان معانا اخونا سامر بطرسه واخونا بهجت عدلي. كنت كل الحوارات عن قدس للرب، لكن كانت صلواتنا كلها عن مصر، حكام مصر، ارض مصر، كل الضربات اللي ممكن تيجي. احنا كنا عاملين حراس على ارض مصر بنصلي. وعايز اقول لك يا دكتور على حاجه حلوه قوي، احنا عملنا جروب لكل مرنمين مصر، جروب واحد بس اسمه جروب الرابعة صباحا، كلنا هنتجمع فيه الساعة 4 صباحا مع الفجر، وهنصلي كلنا في التوقيت ده مع بعض على مستوى الجمهورية. يسوع خبر رائع وجميل. أشكرك يا رب. دي قطرات، ده السحابة اللي قدر كف. المطر جاي يا أخ عادل، لو ده حصل المطر جاي وجاي بقوة على أرض مصر. ربنا يبارككم ويحفظكم يا أخ عادل، قد ايه اخبار رائعه، اخبار مشجعه. ربنا بيعمل، ربنا بينهض الابطال، بينهض المصلين، بينهض المرنمين. هيقوموا الساعه 4 الفجر، هيتحدوا، هيصلوا، وربنا هيعمل عمل عظيم وهيبارك، ومشوره ابليس هتبطل، ولن المرنمين هيرنموا فرحانين وابليس هيصرخ يا ويلي يا تلفي يا تلفي، الناهبون ينهبون نهبا. انتوا هترنموا فرحانين تقول هللويا، والابليس هيصرخ لانه هيشوف اراضي كتير جدا احنا بندوسها وبناخدها ونرفع عليها رايه الصليب ونعلن انها ملك للمسيح. نفوس كتيره هتختبر الحريه التي في المسيح، نفوس كتيره هتعرف الرب، نفوس كتيره هتبقى ملك للمسيح. شكرا ليك يا اخ عادل، وشكرا لمشاركتك، وسلامي ومحبتي وسلام اسره قوة الصلاة لكل مرنمي مصر،
وبنقول لهم من فضلكم يا ريت كمان تكونوا شركاء معانا برنامج خط الصلاه، يكون عندكم كشكيل صلاه عشان تشاركونا الصلوات. ربنا يبارككم. رب يباركك ويبارك كل ذوقة المرنمين في مصر. أصوات تسبيح تعلى أمام الرب، تغير الجو الروحي المسيطر حاليا على مصر. لكن إحنا عندنا الإيمان وعندنا اليقين إن الرب اللي شغل قلوب الكثيرين النهاردة للصلاة لأجل هذه البلد هو نفس الرب اللي عيني سهران عليها. معي الأخ سمير فؤاد من مصر، أهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. ازيك يا اخت ساندي؟ بشكر ربنا. دكتور اكرام وحشني كتير. سمير فؤاد شرابيه مش ممكن. حبيبي 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 يا اخي سمير. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مبسوط كتير ان انا اكون بشارك معاك واكون بشوفك واشاهدك، بجد حاجه حلوه قوي بجد. انا عارف، فمبسوط جدا ان انا اكون بتداخل واتكلم معاك. على فكره انت في صلاتي بصوره شخصيه من مده طويله، لأنك خادم رائع وجميل، وكانت لينا شركة رائعة معا يا أخ سمير. ربنا يحفظك. تعلمت منك كتير يا دكتور، وتعلمنا منك كمان الصلاة والركوع أمام الرب كتير. وعايز أقول لك أنا بتفق معك بكل الكلام اللي قلته في بداية البرنامج، وهو أن الكنيسة تتحد، وده أهم حاجة. اتحاد الكنيسة هو ده اللي يوجد عمل الله وإيد الله تتداخل. يوم حلول الروح القدس يوم الخمسين كان الكنيسة بنفس واحدة، وعشان الله يعمل في أرض مصر لازم الكنيسة تتحد. وأنا بصلي في قلبي أن الكنيسة تتحد، وأن كل شعب مصر يكون روح واحدة ونفس واحدة قدام الرب، عشان الله يظهر بمجده في أرض مصر. وأنا متأكد أن الركب الساجدة أقوى من الجيوش السلاحفة. أمين. احنا كلنا زي ما كان عادل بيقول لك، فعلا جروبات كتيره اتعملت على الواتس وعلى الفايبر وعلى كل الجروبات دي بتدعو للصلاه من فتره طويله. وانا متاكد ان يوم 11/11 ده هيكون مجد الارض مصر، مش اي مش اي حاجه تكون بتهدد مصر زي ما الناس متوقعه او خايفه او عارفه. لا، ده هيكون مجد على ارض مصر. هتبقى هي دي البدايه، هي دي الفتيله اللي هتولع بيها أرض مصر، وروح الرب هيظهر بطريقة غير عادية في أرض مصر. إبليس كان متغاظ زي ما أنت قلت في يوم 11/11 عشان اسم يسوع كان بيعلن مش على مستوى أرض مصر، ده كان بالشاشات العالم كلها بتنقل الحدث ده. فكان صوت الله أو صوت الناس بتنادى الله بقوة، عشان كده إبليس متغاظ وعايز يحاول يعمل رد فعل. لكن أنا متأكد إن رد الفعل هيكون أقوى من عند الرب، لان في ركب كتيره ساكته قدام الرب وبتنادي بحضور غير عادي على ارض مصر. وانا متاكد ان في بركات هتيجي على ارض مصر برغم الظروف اللي انت حكيت عنها، ان في امور اقتصاديه تعبانه البلد وتعب البلد وتعب الناس. لكن انا متاكد ان الله هيصنع امور عظيمه كبيره لارض مصر. انا بصلي في قلبي بس ان الكنيسه تتحد وترجع الكنيسه لله بركب فعلا ساجده امامه بطلب واحد، وهو حضوره ومجده يملى ارض مصر. امين امين. اخ سمير، ما عندكش فكره كلامك شجعني ازاي؟ القوه اللي بتتكلم بيها اثرت فيا ازاي؟ مش هسيبك غير لما تصلي دلوقتي من اجل مصر على الهواء. ربنا يخليك يا دكتور، انا مبسوط جدا بجد ان تثقلكم بقى من اجل مصر ومن اجل الوقت اللي جاي ده. فعلا انا بصلي ان الرب يكون بيعمل بالبرنامج ده عمل عظيم، ويكون فعلا يكون سبب بركه. أمين. لكل بلاد العالم، مش لمصر بس، لكل بلد وكل ناس موجوده على ارض مصر. في اسم يا رب يسوع. انا بصلي في اسم يسوع، بشكرك لانك صالح والى الابد رحمتك، بشكرك لانك حي والى الابد رحمتك يا رب، بشكرك لانك انت امس واليوم والى الابد. انت يا رب اللي وقفت مع حزقيا زمان يا رب، وانت رب اللي هتقف مع مصر يا رب. انا بشكرك لان يا رب احنا اللي معانا اقوى من اللي علينا، وبشكرك لان النتيجه محسومه ومعروفه. انت يا رب فيك القوه وفيك السلطان، انت يا رب اللي تقول للجبل انطرح فينطرح. بشكرك لانك يا رب صالح والى الابد رحمتك، بشكرك لان ابليس يا رب مهزوم مهزوم اعلان واضح يا رب. احنا بنشكرك لانك اديتنا القوه ان احنا نصحى ابليس تحت اقدامنا سريعا. الارض دي ملكك،
ملكك يا عبد الله. انا متاكد يا رب انك هتعمل عمل عظيم وتخفي كل يا رب كل الشمتانين وكل الناس يا رب اللي واقفه ضد عملك وضد كلمتك يا رب. انا بشكرك لانك يا رب تصنع امور عظيمه في ارض مصر، بشكرك لانك تاتي ببركات كثيره على ارض مصر يا رب. انا بصلي في اسم المسيح يا رب ان يكون يوم يا رب فعلا يعلن في اسمك زي ما كان يا رب اعلن في يوم 11/11/2011 يعلن كمان في 2016 اسمك بقوه وكل ارض مصر وارض يا رب الاراضي اللي حوالينا اراضي العرب كلها تعلن اسمك يا رب وتعلن مجدك يا رب. بشكرك لانك تسمع وتستجيب في اسم يسوع وليك كل الكرامه وكل المجد. امين امين. اشكرك اخويا الغالي لان قد ايه كنا جايين مثقلين ويمكن حاسين بثقل المهمه ان احنا بنصلي لاجل ارض كامله. النهارده اعلان ان مش احنا لوحدنا، ده الرب مثقل كثيرين انه يصلوا لاجل مصر. قد ايه امر مشجع وقد ايه حاجه يعني هقولها كده تشرح القلب ان نبقى قاعدين وعارفين ان ما احناش وحدنا، في ناس كتير في ناس كتير مثقله لاجل نفس الامر. معايا الاخ ابو مهند من الاردن، اهلا بيك اخويا. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه وعودتكم لنا سالمين. اشكرك تقديم هذا البرنامج الجميل. ايها اشكرك 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 اخ ابو مهند. احنا بنصلي لمصر النهارده، تحب تقول ايه لاجل مصر؟ انا بصلي لمصر ولكل الدول العربيه ولكل العالم بصلي. وانا بطلب منك صلاه الى ابنتي مريم لانها حامل بتوم يعني السلامه لها امين امين. هنحط امين، هنحط اسم مريم وتكون مريم حاضر ونبارك. وتعبانه يعني حتى تتحمل الالام. امين امين امين. احنا بنطلب يعني امين، احنا بنطلب من الرب سلامتها. ويمكن كمان دكتور اكرام يصلي لها دلوقتي على الهواء. مريم امين امين يا اخ ابو مهند. اسمحوا لي دلوقتي اصلي من اجل مريم واصلي ايضا من اجل كل انسان مريض. كل انسان مريض بيسمعني، انا بقدم رجاء للمرضى. هذا الرجاء هو لمسة يسوع. مكتوب عن هذه اللمسة: والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم، والذين لمسوه نالوا الشفاء. هصلي من أجل مريم ومن أجل كل إنسان مريض. إذا كان عندك احتياج للشفاء صلي معايا وأطلب لمسة يسوع. أيا كانت خلفيتك، حتى لو كان إيمانك غير مسيحي، هنا بتكلم عن يسوع الإله الحي، مش بتكلم عن النبي عيسى. إذا كنت تؤمن أن يسوع هو الإله الحي مهما كانت حالتك. كتير من أحبائنا العابرين كان عندهم أمراض ملهاش شفاء، لكن اختبروا إيد المسيح المعجزية. لكن برجع أقول ده مش النبي عيسى، لكن ده المسيح الإله الحي. باسم يسوع، في اسم يسوع يمكنك أن تنال شفاء الآن. خلونا نصلي من أجل مريم ومن أجل المرضى وكل إنسان مريض يتحمى في الصلاة ويصرخ ويقول له: يا رب يسوع أنا محتاجك تيجي تلمس جسدي المريض الآن لمسة شافية. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب يا رب لأنك الطبيب العظيم صاحب اللمسة الشافية. إيماننا يا رب إن كما كنت تجول في القديم تصنع خيرا وتشفي، الآن أنت موجود لتشفي أيضا. مد يدك بالشفاء يا رب، مد يدك بلمسات معجزية لكل جسد مريض منتهرا كل مرض يا رب، مقدما شفاء كاملا الآن يا رب. الآن زيارة 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 لكل نفس مريضة بتشاهدنا وبتصرخ إليك طالب الشفاء.
زيارة ليها، لمسة يا سيد، لمسة من يمينك الحامية يا رب، لمسة من يمينك القديرة، لمسة يا رب لكل جسد مريض، مقدمة شفاء كاملة أيها رب إلهنا، ولك كل المجد. آمين آمين آمين. قوّد الصلاة، قوّد الصلاة. سافر إلى الأراضي المقدسة في رحلة من رحلات العمر وبأسعار خيالية. عيش أجواء الكتاب المقدس وسر على نفس الطرقات التي مشى عليها المسيح. وذلك في المدة من 17 إلى 27 نوفمبر 2016، وتشمل أماكن الزيارة كنيسة القيامة وطريق الآلام، بيت لحم وكنيسة المهد، بستان جسيماني وجبل الزيتون وجبل صهيون، الناصرة وكنيسة البشارة ومكان ولادة ونياحة السيدة العذراء، جبل التطويبات وجبل التجلي، مدن يافا وأريحة، ونهر الأردن والبحر الميت، حيث تتوفر مستحضرات الاستشفاء العالمية النادرة، بالإضافة إلى العديد من الكنائس والأماكن التاريخية حيث تعايش أحداث الكتاب المقدس وأنت تقرأه. سعر الرحلة للفرد 2600 دولار أمريكي، شاملة تذاكر الطيران من لوس أنجلوس والإقامة في أفخر فنادق القدس وطبرية، مع وجبات الإفطار والعشاء ورسوم دخول المزارات والأماكن السياحية، حيث تتم التنقلات بأتوبيسات مكيفة فاخرة مزودة بخدمة الواي فاي، وفي صحبة مرشدين سياحيين يجيدون العربية والإنجليزية. تخفيضات خاصة للأطفال والمجموعات المكونة من 20 شخص أو أكثر، وأسعار خاصة للمسافرين من شرق الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا. هذا وسوف يتم تصوير أحداث الرحلة للعرض لاحقاً على قناة الحرية. ويباركنا مرافقاً القمص أشعياء ميخائيل ليلقي الضوء على الأبعاد الروحية والكتابية لأماكن الزيارة والإجابة على أسئلة المشتركين. للاستعلام والحجز الرجاء الاتصال بقناة الحرية على التليفونات الآتية. أو راسلونا على البريد الإلكتروني info@alhurriya.tv. زوروا موقعنا الإلكتروني www.alhurriya.tv. بادروا بحجز أماكنكم والرب يبارككم. إن العازر ملفوف بالأكفان في القبر، والأكفان قيود الخطية وعبودية الخطية، والله بيدعو الكل إلى الحرية، وتشوف الكلام ده في قناة الحرية. أنتم تشاهدون قناة الحرية. مرة تانية احنا بنعلن ان قلوبنا مرفوعة قدام الرب وركبنا ساجدة في الروح قدام الرب لأجل مصر. النهاردة بنصلي لأجل مصر وهنسبح كمان لأجل مصر. الرب حطه في قلوب الكثيرين، يمكن اعلنوا الكثيرين في خلال التليفون 11-11-2016. لأ مش هيكون لإبليس، يمكن ما كانش في بالنا واحنا بنحضر ان هيكون في 11-11 صلاة لأجل هذا اليوم، لكن احنا صلاتنا لأبعد من هذا اليوم، وبالتالي احنا النهاردة بنسبح اسم الرب وبنعلن اسمه فوق مصر، وبنعلن ان الاجواء الروحية كلها بتبقى النهاردة ساجدة، مش بس النهاردة، ايام كتيرة معلنة صلوات لأجل مصر،
ويعني لما يبقى في النهارده بيقولوا لنا مرنمين قاعدين 3 ايام بيصلوا لاجل مصر وجروبات بتتعمل صلاه لاجل مصر، احنا النهارده بنشترك معاهم، نعلن اتحادنا معاهم عبر القارات عشان نقول لهم احنا كمان معاكم وبنصلي معاكم وهنسبح كمان معاكم. هيقودنا في التسبيح الاخ بيتر كمان دلوقتي، اتفضل. البركة لمصر
تغدي لياليها تكوني بسمة وفجر يا وعود الرب نطق بيها البركة لمصر نوري ويبدل لياليها كوني بسمة وفجر حول يا إلهنا الآهات لأغاني تعلى بهتفات حول يا إلهنا الآهات لأغاني تعلى بهتفات بدل أحزاننا لأفراح خليها تسعد ترتاح يا عيون الرب السهرانة طلي على مصر أمين أمين عينين الرب السهرانة تطل على مصر أمين إن كل وقت إحنا بنشك فيه إن يكون فيه رب موجود في أرض مصر بنعلنها النهاردة مصر المسيح هيعلى اسم الرب وهيعلى اسم الرب بقوة وبشدة وهنكمل نصلي لأجل مصر تفضل يا بيتر مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور مهما كان على الأرض ظلمة السماء مليانة نور مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور مهما كان عالأرض ضلمة السماء مليانة نور زي ما جالك نحنيا بالبكا ونادى عليك كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد ايديك بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر صراخ ولونا وارسل لينا المطر التفت لصراخ ولونا وارسل لينا المطر روحك القدوس ينام روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحني لك تعترف باسمك افاد روحك القدس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحنيلك تعترف باسمك يا فادي في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لآهات بلادي بارك بلادي سامع الصلاة في كل البشر بارك بلادي بارك بلادي وارسل لينا المطر في الخيام على هتافنا ارفع العالم السماوي رب بيجهز نفوسنا والعدو وجراب وخاوي في الخيام يعلى هتافنا ارفع العالم السماوي الرب بيجهز نفوسنا والعدو وجراب وخاوي ينهض النايم ويسمع ان ده انتم شهودي كلنا من قلب واحد نطلبك بارك بلاد بارك بلادي بارك
صلاة في قلوب كل البشر. بارك بلادي بارك بلادي، التفت لصراخ قلوبنا وارسل لينا المطر. التفت لصراخ قلوبنا وارسل لينا المطر. أشكرك يا بيتر، قد إيه التسبيح في محضر الرب بيعلن إن هو مبارك وعينيه سهرانة وهو موجود. المفروض علينا إن إحنا عينينا تتفتح عليه ونشوف عمله بإيديه في بلدنا في ناسنا في أرواحنا. قد إيه برجع في الكتاب وبقول إن هو لسه لا يزال كتاب صالح إن إحنا نتعلم منه ونتأدب ونتوبخ. كمان في سفر القضاء في الإصحاح الأول بيعلن قد ايه لما الشعب صرخ الرب انقذهم، بس بعد ما انقذهم ناموا ودخلوا تاني تحت السبي وتاني تحت النير. يمكن ده اللي بيحصل النهارده. مش عايزين نبقى كده. الكتاب قال كده عشان يعلمنا ما نصرخش ونسكت. يعني احنا يا طالبي الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. ما تسكتوش، مش هنسكت. احنا من النهارده بنعلن مش هنسكت. هتفضل صلواتنا مرفوعة، وحتى لو المشهد على الأرض تحسن إحنا مش مهم إن الأرض تتحسن، المهم إن الروح هي اللي ترجع للرب. النهاردة بنعلن بإيمان إن أرواح ترجع للرب، نفوس سلبها إبليس ترجع للرب. مش بس في مصر، في كل الوطن العربي كله بيصرخ، كله بيتألم، كله بيعلن يمكن انتصارات وقتية في زمنية صغيرة. الموسم رجعت، الأحداث الصغيرة اللي بنهلل عليها، لكن في نفس الوقت كان إبليس سلب كتير قوي. مش بنتكلم على السلب النهاردة، هنتكلم على صراخ يرجع نفوس. أنا يمكن عاوز أقول الوقت اللي فات كنت بخدم بين أحبائي العراقيين كلدانيين وأشوريين، واستمتعت جدا بالخدمة وسطيهم، وشفت قد إيه ربنا أخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل أكلا. ربنا افتقد البلاد دي بهذه الطريقة. الحقيقة ناس كتير جدا 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 اتعرفوا على الرب من خلال الظروف الصعبة. كانوا بيقولوا احنا كنا عايشين حياة هادية مفيش مشاكل، لكن كنا بعاد كل البعد عن الرب. ربنا سمح بكل الظروف الصعبة دي علشان نتعرف على الرب. نشكر الله آلاف منهم اتعرفوا على الرب وصاروا ملك للرب. ولو نتكلم عن التسبيح يا ساندي أو نتكلم عن التسبيح بيتر، قدي بحب التسبيح وسط العراقيين. بيسبحوا بكل فرح، على قد ما تعصروا ألم على قد ما مفاض الفرح جواهم. وهم بيتر كان بيشاركني من شوية بالموضوع دوت نفس الكلام. وإحنا جايين في الطريق مع بعض كنت بشاركها، يعني ده ترتيب ربنا انه بشاركها بنفس الموضوع. انا كنت لسه الحد اللي فات في كنيسه سان دييغو، في كنيسه في الكاهون ده القسيس نبيل، وكان يوم رائع جدا وسط العراقيين. عباده بالروح حيه مفتوحه على الروح القدس بشكل غير طبيعي. افراح السماء، افراح السماء، قلوب مفتوحه بشكل غير طبيعي. مش كنيسه واحده، لكن في افتقاد الهي حصل الحقيقة للشعب العراقي الوقت اللي فات. ده نموذج انا لكن انا بقول لك يعني صليت وقتها انه العدوى تنتشر للمصريين. أمين. يعني نفسي أمين. أمين. امين امين. احنا نطلب من اخواتنا العراقيين يصلوا من اجلنا احنا كمصريين. أمين. نتبارك زي ما انتم اتباركتوا. ربنا يتعامل معانا زي ما اتعامل معاكم. يمكن هم دفعوا ثمن اكبر، الالم كان اكتر. ودايما بربط يا بيتر بين الألم وبين المجد. ما فيش مجد من غير ألم. فهم داقوا كتير من الألم فشايفين مجد عظيم. احنا مش عاوزين ندوق ألم في مصر، لكن احنا عاوزين نواصل صلاة من فضلكم. في ناس كتير تفكر ان مشيئة الله بتحصل أوتوماتيك كده من غير ما احنا نعمل حاجة. يا جماعة الفكر ده ليس فكر كتابي. موسى لما كان بيرفع ايديه كان الشعب بينتصر، لكن موسى لما كان بينزل ايديه كان الشعب بينهزم. يا جماعة في دور مهم جدا 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 خاص بالكنيسة. الكنيسة ليها دور في اتمام مقاصد الله. الكنيسة ما ينفعش انها تنام. الحقيقة ما عرفش انت حضرت 11-11 في مصر ولا ما شفته في زي ما احنا شفناه مباشر. لان كان اعداد
صعب قوي اللي كان التواجد، بس يوم مميز ما يتنسيش طبعا، لانه مش عشان تاريخه كان يعني سهل، لكن علشان الوحده اللي كانت فيه واتحاد كل الناس، نسيت هويتها ونسيت طوائفها ونسيت الشكليات، وراحت انسكبت مع بعض بنفس واحده وروح واحده، طالبين طلب واحد، وجه الرب وحضوره في الوقت دوت. وبركه اليوم ده ما زالت مستمره، وبسمع كتير قوي اختبارات. امين. وانا عندي ايمان ان الامر السماوي صدر في اليوم ده، يعني والشعب بيصرخ يسوع 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 اتكلم، ويسوع قال خلاص الاخوان انتهوا خلصت. انا ده ايماني الشخصي. هو الحقيقه احنا حربنا مش مع بشر ولا مع اخوان ولا بالعكس، انا بشوف انه اي شخص مهما كان تشدده، مهما كان تعصبه من اي جهه كانت، من اي طائفه، من اي مجال، هو انسان من جواه، انسان من جواه قلب، من جواه مشاعر زي زيه. الفرق بيني وبينه انه هو محتاج نور، محتاج اضاءه تحصل في حياته تنور طريقه ويعرف ويرجع عن الطرق اللي هو ماشي فيها. وهيبقى افضل مننا يا بيتر. انا شفت ناس كثيرين على قد ما كانوا يعني في منتهى الظلام، في منتهى التعصب، على قد محبتهم للرب. نعم. لكن عاوز اقول ان ده جزء من مخطط الشيطان، يعني ده كان جزء من مخطط الشيطان لمصر، ان مصر تبقى بهذا الشكل، عشان ده يعطل كل حاجه، يعطل الخدمه، يعطل الكرازه، يعطل الاجتماعات، يعطل عمل الله الممتد. لان ايماني وثقتي، وده اللي انا بعلنه، ان خطه الله ان الكرازه هتمتد من مصر الى كل الشرق الاوسط. أمين. ان ابطال هيخرجوا من مصر. أمين. وهيكونوا سبب بركه مش لمصر، لكن سبب بركه لكل الشرق الاوسط. وزي ما كنت بتكلم في 400 مليون ناطق باللغه العربيه، يمكن دلوقتي زادوا وصلوا 450 مليون ناطق باللغه العربيه، وايماني ان ده زمان افتقدهم، وان ربنا هيفتقد هؤلاء وهيعمل عمل عظيم جدا وسط هؤلاء. أمين. بس المهم زي ما قلت وزي ما انا قلت، لازم الكنيسه تتحد وتصلي. صلاه من غير اتحاد ملوش لازمه. ما ينفعش نصلي واحنا مفترقين، ما ينفعش نصلي وفي خلافات بيننا، عاوزين ننبذ كل الخلافات. عموما ايماني ان قوه الصلاه هي القوه الوحيده اللي تقدر تزيل الخلافات وتجمع المؤمنين. يعني كلنا هنتجمع تحت راية الصليب، كلنا هنتجمع علشان نصلي للاسم الواحد الوحيد اللي أعطي بين الناس تحت السماء، الاسم الواحد الوحيد اللي ما فيش خلاص بدونه، اسم يسوع. كلنا هنتجمع، هيربطنا اسم يسوع، هيربطنا روح واحد، الروح القدس، هنطلب وجهه، وربنا هيعمل أشياء عظيمة الوقت اللي جاي. أحبائي، أرجو أن حلقة النهاردة يستخدمها الروح القدس. أمين. من اجل تنبيه القلوب والارواح في مصر. أمين. لننهض، لنستيقظ، لنواصل صلاه، لسه في حاجات كتير جدا منتظرين ربنا يعملها. ارجو ان حلقه النهارده تبقى تنبيه للناس اللي بدا يبقى في خلافات بينهم وبين بعض، بدينا نقول احنا انتوا ارائنا ارائكم، تبعيتنا تبعيتكم، عاوزين ننبذ كل ده، احنا بنتبع المسيح، احنا تحت راية المسيح، احنا بنصلي لشخص واحد بروح واحد، بروح واحد بنتقدم الى عرش النعمة وبنصلي. فمن فضلكم، من فضلكم، ارجو ان ربنا يزيل كل روح عدم وحدة، مش عاوز اقول كل روح تعصب، عاوزين نتحد، عاوزين نسهر، عاوزين يكون لنا قلب واحد ونطلب الرب، وهنشوف معجزات كتيرة الوقت اللي جاي. أمين. شكل وقتك الان فيه 20 دقيقة. وأنا أظن إن إحنا ممكن نكون الحلقة الجاية كمان مصر للمسيح. لا، ده اللي جاية واللي بعدها. فإحنا هنفضل نكمل صلاة لأجل مصر. يمكن حتى لو ما كانتش الحلقات هي بتعلن اسم مصر، لكن في نفس الوقت إحنا بنعلن إن إحنا من مكان دوت بنقول إن إحنا حتى وإحنا ورا الكواليس إحنا بنصلي لأجل مصر. أحبائنا، الفترة اللي فاتت كان جات لنا طلبات صلاة كتيرة قوي، وحابين نشاركها معاكم. فلكل الأحباء الجاهزين بكشاكيل الصلاة معاهم، من فضلكم، في ناس كتير في احتياج النهاردة إن احنا نشترك لأجلها في الصلاة، بنرفع أساميهم النهاردة وبشكرهم إن هم شاركونا ألمهم وشاركونا متاعبهم. وأحيان كتير بيبقى المتألم المتكلم يعني حقيقي بيبقى قلبه بيوجع إنه بيتكلم من وجعه.
فإحنا بنشارك أوجاعهم، بنشارك طلباتهم، وحقيقي اللي الرب يحط على قلبه إن هو يصلي لأجل حد معين شاركونا، وهنشارككم باستجابات الصلاة كمان إذا أحب أحبائنا اللي إحنا بنصلي لأجلهم يشاركونا باستجابات. هنشارككم على الهوا كمان في الفترات اللي جاية، هيكون في حاجات أكتر من رائعة في إعلان إن الرب بيتمجد في حياة ناس كثيرين، وبيتمجد بأساليب حقيقي تبكي جبل، إن الرب بيتدخل في حياة ناس بشكل معجزي، بشكل يفوق خيالهم، وبيحقق أمر هو قصده كلمته طلعها من بقه بيتنبأ على البيت ده. اتفضل يا دكتور بأسامي البصلة. قبل ما أبدأ طلبات الصلاة كمان لازم أحب أقول لأحبائي اللي بيشاهدونا، إذا كان هناك احتياج واحتياج ماس وملح، من فضلك تواصل معنا من خلال قنوات تواصل كتيرة جدا. الكول سنتر مفتوح، عندنا أشخاص رائعين بيصلوا معك في الكول سنتر وبيستقبلوا صلواتك. اتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، عن طريق الإيميل، اتواصل معنا بأي صورة. وعلى فكرة أنا مش بوجه دعوة لفئة معينة، قد إيه بفرح لما محمد ومصطفى وفاطمة يكلمونا ويطلبوا صلاة. احنا بنصلي من أجل كل الناس، وأنا بقول لك لو كان خلفيتك غير مسيحية لكن هناك مشكلة كبيرة، هناك مرض الدكاترة قالوا لك ملوش شفاء، أنا بقول لك الشفاء موجود عند إلهنا اللي احنا بنصلي له، مسيحنا الحي يقدر يشفيك. فإحنا بنستقبل طلبات صلاة من كل الناس، من كل النوعيات. يمكن تكون مختلف معنا في الإيمان، لكن ابعت لنا طلبة الصلاة ونعدك إن إحنا هنصلي لك بكل إيمان. يمكن أنت النهاردة دلوقتي ما بتؤمنش إن المسيح هو الله، لكن إحنا هنصلي للمسيح الإله وهو هيشفيك، ولما هيشفيك أعتقد إنك هتراجع حساباتك. ابعت لنا، اتواصل معنا، قلبنا مفتوح، قلبنا كلنا في قناة الحرية مش في برنامج قوت الصلاة، مفتوح للكل. بنؤمن بقوت الصلاة، بنؤمن إن ربنا بيسمع. شفنا معجزات كتيرة على مدار السنين اللي فاتت، معجزات شجعتنا كلنا، معجزات شفنا فيها إيد إلهنا العظيمة، وناس كتير شهدوا على اللي ربنا عمله معاهم، كيف إيد ربنا امتدت بصورة معجزية. وإيماننا إن الوقت اللي جاي كمان هنشوف معجزات أكتر وأكتر، لأن إلهنا إله عظيم. في كل مرة أفرح ربنا يقول لي هتفرح أكتر لأنك سترى أعظم. عندنا طلبة صلاة من الأخت فريزة من أجل الكبد والمعدة، وهتعمل منظار، أمين، ربنا يمد إيده ويشفيها. طلبة صلاة من أجل الأخت إيلين، عندها روماتيزم وألام كثيرة، ربنا يمد إيده ويلمسها. ماجد طالب صلاة من أجل أولاده وزوجته. مريم طالبة صلاة من أجل نفسيتها ومن أجل إيجاد فرصة عمل. نضال طالب صلاة من أجل تيماس ولورا وسامي وصوفيا وسناء. الأخت تاندا طالبة صلاة من أجل تسديد الديون، أمين، ربنا يوفي ويسدد كل ديونك. عبد النور صلاة طالب صلاة من أجل عابر من الجزائر وإنه يحصل على شغل. أحبائي احنا كنا مخصصين وقت كبير قوي من اجل الصلاه لاجل العابرين، من اجل ترتيب ظروف الحياه ليهم. من فضلكم ما تنسوش ده جزء ربنا حطه على قلوبنا في برنامج قوت الصلاه. كمان لو تفتكروا كنا بنصلي من اجل ان ربنا يغير القوانين بحيث يبقى من حق العابر انه يعبر عن ايمانه ويقدر يقول انا بأؤمن بكذا كذا كذا، حريه التعبير عن الإيمان. الأمر محتاج صلاة، في ناس حقوقيين بيدافعوا عن هذا الأمر، لكن أنا شايف إن إحنا لينا دور مش أقل من دورهم، بل بالعكس أنا أؤمن إن دورنا أهم، إن إحنا نقف قدام الرب ونصلي، ولما نقف قدام الرب ونصلي القوانين هتتغير، وهيصبح من حق العابرين إنهم يعبروا عن إيمانهم
ويقولوا احنا بنؤمن بكذا كذا بدون اي خوف بكل حريه. صلوا من اجل العابرين، صلوا من اجل احتياجاتهم، صلوا من اجل ربنا يملا احتياجاتهم، يفتح لهم ابواب الشغل، صلوا من اجل الضغوط اللي بيواجهوها لانهم حقيقي بيدفعوا ثمن غير عادي لايمانهم، ومحتاجين ناس يقفوا معاهم ويسندوهم، محتاجين ناس يصلوا من اجلهم، محتاجين ناس يقولوا لهم احنا معاكم بقلوبنا بارواحنا بنصلي لكم، ولو ينفع تساعدوهم من فضلكم. يعني اللي يعرف يفعل خير ولا يفعل ذاك خطيه. مريم طالبه صلاه من اجل انها متجوزه ولسه ما عندهاش اولاد بقى 3 سنين. بنت الرب طالبه صلاه من اجل اولادها وعائلتها. انصاف طالبه صلاه من اجل حياتها مع الرب. يمكن الطلبة دي تبدو للبعض انها ايه من اجل حياتها الرب، رغم ان انا رأيي الشخصي ان دي اهم طلبة، اهم طلبة، حياتي مع الرب، شركتي مع الرب، ابديتي. ممكن ربنا يشفيني لكن اموت وانا بعيد عن الرب واهلك، المهم ان نفسي تبقى ملك للرب ويبقى ليا مكان مع الرب في السماء. هند طلبة صلاة من اجل مرض جلدي ومكسوفة طبعا تظهر بيه قدام الناس. ربنا يلمس جلدك يا هند ويديكي جلد زي جلد نعمان السرياني. منى طالبة صلاة من أجل ابنها. ناهد طالبة صلاة من أجل مارك وميريت وبيتر. لوريس طالبة صلاة من أجل أولادها كريستين وفيرنا وتوني، إن رب يختم على قلوبهم. رانيا طالبة صلاة من أجل الإنجاب، أمين، ربنا يديها ثمر البطن. أنا عندي طلبات كتيرة، ممكن تشاركينا بجزء بعد كده أكمل يا سندي. معانا طلبة صلاة من الأخ إبرام، لأن هو طالب صلاة إن هيدخل السفارة الأسبوع اللي جاي. الأخت إيمان طالبة صلاة من أجل كريستين وكيرولوس. الأخت نادرة طالبة صلاة من أجل كيرولوس وكريستينا، إن رب يدخل في حياتهم، أمين. جانسون طالب صلاة من أجل شاب عنده 22 سنة وعنده سرطان وبيطلب شفاء الرب، أمين. أليسابات طالبة صلاة من أجل الشفاء والدراسة لبنتها. أم هاني طالبة صلاة من أجل مينا وكيرولوس للرجوع للرب. الأخ منير طالب صلاة من أجله ومن عشان عنده تليف كبدي. الأخ نضال طالب صلاة من أجل داني ونضال وتيمي ولورا وسامي وصوفيا وسناء. الأخت إنعام طالبة صلاة من أجل نفسيتها ومن أجل كيرولوس. الأخ أشرف طالب صلاة من أجل نفسه. الأخ ناصر طالب صلاة من أجل نفسه برضو. تفضل يا دكتور. إيمان طالبة صلاة من أجل كريستين وكرولوس. الأخت جينسون طالب صلاة من أجل شاب عنده 22 سنة وعنده سرطان، أمين، ربنا يمدي إيده ويلمسه ويشفيه. أليسابات طالبة صلاة من أجل الشفاء ومن أجل الدراسة لبنتها. أم هاني طالبة صلاة من أجل مينا وكرولوس للرجوع إلى الرب، أمين، ربنا يلمس قلوبهم ويرجعوا. منير طالب صلاة من أجل منير فرج عنده تليف كبدي، يا رب ربنا يمد إيده ويلمس الكبد المتليفة. نضال معرفش نفس نضال ولا نضال تاني. طالب صلاة من أجل داني ونضال تيمي ولورا وسامي وصوفيا وسناء. أشرف طالب صلاة من أجله، عنده ظروف صعبة ربنا يتمجد فيها. إنعام طالب صلاة من أجل الظروف اللي بتكتس فيها في اسم يسوع. الأخ ناصر طالب صلاة من أجله. أرجو أن أحبائي شركائنا في قدس صلاة يكونوا بيسجلوا الأسماء دي. أنا عارف أن في ركب سجدة طوال الأسبوع وأن طلبات الصلاة دي بتروح لكشاكيل الصلاة وأنهم بيصلوا من أجلها طوال الأسبوع. أنا مش بقول مجرد كلام ولا بذكر أسماء ناس بظروفها، لكن من خلال برنامج قدس صلاة بنحط احتياجات الناس، وناس كتير من المثقلة بالصلاة أو ناس كتير من اللي خدمتها أساسا خدمة الصلاة بتصلي من أجل هذه الطلبات. بنت الرب طالبة صلاة من أجل الاكتئاب، وعاوزين نصلي الوقت اللي جاي من أجل الناس اللي بيعانوا من أمراض نفسية.
ناس كتير عندهم أمراض نفسية، والأمراض النفسية حقيقي أصعب من الأمراض العضوية. ابن الرب طالب صلاة من أجل شفاء من السكر. مريم طالبة صلاة من أجل أنها مريضة وعندها مشاكل. بنت الرب طالبة صلاة من أجل متهم عنده محكمة يوم 17 نوفمبر. بنت الرب طالبة صلاة من أجل حياتها صعبة وهي مقيدة وتعاني من أجل مشاكل كثيرة. ربنا يحررك ويحرر كل مقيد بيتفرج عليا. مش حد يقدر يحرر غير الرب يسوع وحده. إيفون طالبة صلاة من أجل مريض من 6 سنوات وطلب من أجلها، هي مريضة إيفون آسف ليها 6 سنين وطالبة أن ربنا يتدخل ويشفي مرضها. ابن الرب طالب صلاة من أجل مشاكل أسرية، الزوجة سابته سابت له 3 أولاد. قد إيه الأمر صعب. ساندي لو عندك طلبات. عندي طلبة صلاة ملحة حقيقي من أجل الأخت إريني طالبة صلاة من أجل زوجها هاني، لأنه محبوس مؤقت على ذمة قضية بقاله 5 شهور ظلم، وهو مدرس وطبعا لغيابه فقد وظيفته الحكومية وعليه التزامات بنكية كتيرة، وساب أطفاله وهي نفسيتهم محطمة، وهو كمان بيعول ويمرض أمه التي هي ملازمة للفراش ولسه لازم تعمل عمليات كتير. هو بتوصف جوزها بتقول قد ايه انسان محترم وخدوم ومحب، بيخدم حتى المسجونين الذي ليس لهم حد في ان يخدمهم بالرغم ان له ظروف مرضيه خاصه. ارجوكم ارجوكم صلوا من اجله واطلبوا صلوات خاصه للجميع، لان عنده جلسه يوم 13/11. صلوا من اجل براءته وتمجيد اسم الرب ومن اجلها هي شخصيا ومن اجل اطفالها. امين. اسمها هو اسمه هاني ومراته هي اللي طالبه صلاه. هنعتبر هاني احد التحديات اللي هنحطها قدام الرب، وهناخد حريته من ايد الرب في اسم يسوع. وتكلمنا وتقول لنا ان الرب استجاب. أمين. والرب اداله الحريه. لازالت الاخت ام كرولوس في اسيوط تعاني من مشاكل. ربنا يتمجد ويحل المشاكل اللي موجوده، قضايا بخصوص البيت. تعالوا نحط الأمور قدام الرب، تعالوا نصلي، تعالوا نقول له يا رب ملناش غيرك، زي ما كان بيرنم بيتر من شوية، ملناش غيرك، أنت وحدك اللي تقدر وأنت وحدك اللي تستجيب. تعالوا نتحد كلنا بقلب واحد زي ما تعلمنا دايما في برنامج قدس الصلاة، وتعالوا نصلي ونطلب ان ربنا يتمجد وربنا يتدخل في هذه المشاكل. عندي طلبه واحده بس قبل ما حضرتك تصلي يا دكتور، حاجه مشجعه جدا. يعني الاخت حنان طالبه صلاه، الصلاه مشجعه جدا لانها بتطلب بالايمان اسامي جديده على اولادها. هي بتقول اذكرونا في صلواتكم، محمد الداودي، حنان رمسيس، تدرس جورج، وإبرام، دول أسماء أولادي بعد ما هيبقوا للمسيح. أولاد أسماء أولادها هم محمد هيبقى اسمه رمسيس تدرس، وجورج هيبقى اسم ابنها، وأبانوب هيبقى اسم ابنها الثاني. وهي بتقول أنا مش قادرة أبطل رجاء في نفس الوقت. هللويا. عندي حروب كتير من إبليس، بتطلب أن الرب يعين ضعفها ويعين ضعف إيمانها. بس قد ايه عجبني انها بتسمي اسامي جوزها وولادها على اسماء للمسيح. أمين. بعد ما يبقوا للمسيح. امين. دينا يعني الاخت حنان نضحها في صلواتنا. واضح ان عندها ايمان رائع. امين. مصدقه مصدقه الايمان، ثقه بما يرجى. بشجعك يا اخت حنان انك تتمسكي بالرب وتصدقي ان الرب هيحقق لك كل الاحلام. الرب يقدر يحقق كل الاحلام. إلهنا عظيم، يقدر يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إلهنا قدير، إلهنا عظيم. اسم الآب والابن والروح القدس الواحد، أمين. يا رب جايين بكل هذه الطلبات، جايين بكل هذه الاحتياجات، جايين بكل هذه الأمنيات.
جايين بكل هذه الأحلام، حطها قدامك زي ما حزقية وأشعية حطوا الأمور قدامك يا رب، وقالوا لك إن الأمر يخصك أنت يا رب مش يخصنا. يا رب إحنا الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة للولادة، لكن نحوك أعيننا. إحنا ما نعرفش نعمل حاجة يا رب، إحنا بنرفع إيدينا ونعلن عن فشلنا، بنعلن عن استسلامنا سلمنا، لكن نثق إنك هتحملنا يا رب، نثق إنك تقدر تتدخل، تقدر تغير الصورة، تقدر تبدل المشهد، لأنك أنت الإله القدير، لأنك أنت الإله العظيم. يا رب مرضى كتير محتاجين لمسة شفاء، الآن تمتد يدك بالشفاء، الآن تخرج قوة منك، الآن يشعر هؤلاء المرضى بأن قوة قد خرجت منك ولمستهم، قوة تسري الآن في أجسادهم، قوة شفاء منك أنت يا رب. الآن يا رب المقيدين تنحل قيودهم، تنفك قيود الظلام، تنفك قيود الشيطان، ينطلق المأسورين في الحرية، يعلنون عن حرية مجد أولاد الله، الآن حرية للمقيدين، سلاسل تنفك في اسم يسوع، في اسم يسوع. يا رب اللي عندهم احتياجات مادية سدد، افتح جوا السماء، ابعت، ارسل يا سيد الرب. بصلي من أجل مصر ومن أجل ظروف مصر، الوقت اللي جاي الدنيا تتغير يا رب، الوقت اللي جاي الناس يشوفوا إيدك، بس المهم يا رب كنيستك تبقى صحية، كنيستك يا رب تبقى سهرانة، كنيستك تكون بتصلي رافعة أيادي طاهرة للسماء، بتضرع إليك وإنت يا سيد الرب بتسمع وتستجيب من السماء، تحامي عن مصر من أجل نفسك، تحامي عن هذه المدينة يا رب من أجل نفسك يا رب، وتحفظها لتكون لك. أشكرك لأنك سمعت واستجبت، ولك كل المجد. آمين. أحبائنا، بوجه الشكر لكل قلب النهاردة اترفع لمصر، وبحب بس أنوه على حاجة صغيرة. جالنا سؤال في خلال الحلقة، هو أنتوا برنامج مسيس ولا إيه؟ عشان بتصلوا لمصر النهاردة. إحنا مش برنامج مسيس، إحنا برنامج بيصلي على قلب الرب. إحنا عارفين إن الأجواء الروحية هي أجواء فيها سلاطين ورياسات وجنود شر. إحنا النهاردة بنعلن إن السلاطين وجنود الشر والرياسات المسلطة على منطقة الشرق الأوسط، إحنا النهاردة بنقول إحنا أمامها بقوة الرب، إحنا جنود الرب، بقوة الرب بنعلنها، وبنعلن إن الرب هيكون هو لي الكلمة الأخيرة، هو لي الملك الأزلي، هو الذي هو كائن منذ الأزل إلى الأبد، وبنعلن اسمه عالي فوق هذه البلاد. احنا مش بنتكلم على سياسة، أو ملناش دعوة بالسياسة ولا بنفهم في السياسة، كل اللي بنعلنه مجد الرب هيستعلن على الأرض. لسه حلقات هنصلي لمصر، ومصر للمسيح هتعلن في خلال الحلقات اللي جاية. برضو احنا مش سياسة، احنا بنعلن اسم الرب، واسم الرب هيعلى على بلد، على مجموعة، على كنيسة، على أشخاص لوحدهم، أيا كان، بس النهاردة بنعلنها على اسم بلد، بلد كبيرة عند الرب وليها مكانة عظيمة في قلب الرب. النهاردة بنعلنها مصر للمسيح. أمين، ونلتقي بكم الأسبوع الجاي. سلام. تعبانة لو مكسور وانت الشفاء في ايديك، مهموم انا وبرمي كل همومي عليك، محتاج انا وعشمان الاحتياجي فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك، وانا بصلي وواقف على الباب ومستنيك يا سامع الصلاة. عشان انت الاله
الرجاء ودي قوة الصلاه.